ما شتم دول، ما شتم دول. قول للناس هنا في البلد دي الصوفية بيعبدوا غير الله. ما قلنا له قول للصوفية أولاد الكلب، ما يقول لهم كده. قول لهم يا صوفية انتوا دخلتوا شرك. أبو لهب ما دخلوا، أبو لهب ذاته ما دخلوا، دي فيها شتيمة؟ شرك زي ده أصله ما شفنا كلام زي ده. سمعت به شرك زي ده؟ في فنان بيقول لك كلام زي ده أصله ما معقول، بالله كمان شرك زي ده أصله ما معقول. شرك دخل الصوفية بمساعدة الإخوان المسلمين والحزبيين، عندهم ضلع كبير في الكلام ده. حزبين صار صنع غيره ديل برضه لون الضلع الكبير، الضلع الكبير. كيف تقول لي يعني قال له نعبد غير الله؟ ما قالوا له كده، لكن ربوا على البدع فوق. لا مين انت تمدح لك زول بيقول غير الله بيخلك كده؟ ما معناه انت ذي اللي غريت، ذي اللي غريت على الكلام ده، لانه ما قلت له. انت بتجي تكرموا وتهنيوا وتوكلوا دلابيه وشعيريه. شعيريه ما لقوها الموحدين يا اخي، لقاها الصوف المشرك ده. الموحدين ما لقوها يا اخي، موحدين. شعيريه توكل الموحدين، شعيريه رز باللبن دي يستاهلها دول الموحد، دول الموحد. لكن دول بيقول يا ود بدر من الفقر، ده ما عنده، ده ما يستاهل شعيريه ولا يستاهل طعميه، ده ما يستاهل اي حاجه. فهؤلاء على انصار السنه كرموا باضافه الناس ديل، ساعدوا جماعه ديل ساعدون. والكلام ده ما مدسوس عبر الأجهزة، بتلقاه كثير عند انصار السنة كثير. واليومين زي ما قالت سمعت اخونا عبد العزيز بيتكلم قال بيمنعوا الدعوة دي انصار السنة. زمان كان بيقوم لك صوفي، لكن حس بيقوم لك بدقن عديد. يقول لك يا دول ما شتم، نحن عارفين. عارف شنو؟ انت ما عارف اي حاجة، انت ما عارف اي حاجة. انت عارف تصرخ للجداد وعارف تدخل الظريف جوا جيبك، ده اللي عارفه بس، ده اللي عارفه بس. اما دعوة التوحيد والله ما عارف، ما عارف نهائي. ما تقول لي ده دكتور وبروف، ده دلوك، دلوك. اذا كان محمد الامين اسماعيل ده نائب الرئيس رابط الشعار بتاع الصوفية، ده دلوك ولا دكتور؟ ده دلوك يا اخ، ده لابط الشعار بتاع الشعار بتاع الصوفية، لابس الشعار عادل. ده نائب الرئيس، نائب الرئيس في السودان كله جوا وبره. تيجي تقول لي ده نائب الرئيس؟ طيب الجماعة التاكسين ديل ليه الناس تيجي تكلموا فيه؟ جناح زيد الجناح الخاص، المركز العام، صفوية، ليه ما تكلموا؟ دي قاعد عند أهل العلم الرادي كالفاعل. انت لو سكتت شفت محمد الامين انت بتاع المركز العام بتاع وين؟ بتاع الصافيه، سكتت ما تكلمت فيه، انت ده اللي عملت الفعل ده. الراضي كالفاعل، كان طرت والله نطط. ده الموضوع، ده الموضوع. لانه ذول ما شكر ما شكر ناس نادي المريخ، ولا شكر ناس بتاع الكاب. قال قال الكاب بتاعه عنده تمحلاله، شكر الصوفيه ولابس شعار الصوفيه. يا المبتدع ضلال نشروا الشرك، كيف انت تسكت عليه؟ تسكت عليه كيف؟ عشان كده ده شنو؟ الرادي كالفاعل. وانت بتكون اخطر من ذاك، لانه انت عرفت الحق. وبينزل فيك قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، انت بتكون ملعون، ملعون عديل. واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى، لانه كتمت الشغله. عارف ان الصوفيه ديل ما الحق، دين الصوفيه لا بيمثل الاسلام لا من قريب لا من بعيد. اذا كان دين الاسلام عنده بقول لك اذا سالت فاسال الله، دين الصوفيه عندهم الخالق. الخالق منو؟ خالق، الخالق الكباش، ده دين الصوفيه. هذا الكلام في دين ابو لهب، يقول لك استغفر الله. ابو لهب ذاته لو قلت له الخالق الكباجي البدي جنى الكباجي يقول لك لا 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 لا. في دين الصوفيه المطر ماسكنا شيوخ، في دين ابو لهب كلام زي ده ما في المسك، ما المطر ماسك الله براه. في دين الصوفيه الكون ده كله الجن والانس والسماوات والارض ماسكنا اقطاب، في دين ابو لهب كلام زي ده ما في. معناه الصوفيه جاب دين ابو لهب ذاته لو جاء اكان يطرش ذاته والله. عشان كده يا عبد الله ختاما، لانه في مشايخ من بعدي
الصوفية هنا في البلد دي، الصوفية في البلد دي، وجماعة الإخوان المسلمين أنا أعلمهم لك كلهم ضبطوا جدودة. الصوفية جماعة الإخوان المسلمين أنصار سنة ملك لك دي، لو فتحت الرئيسون الثلاثة جبت أنصار السنة وجبت الصوفي وجبت الأخو المسلم، فتحت له الرئيسون وكبيت له الدين كله من العقيدة للتوحيد، حيطرشوه لأنه الدين جاب رسول الله تبينه كله، تبينه كله ابتداء بالعقيدة لرسول الله، لأنصار السنة بيطرشوه. الرؤود الكبار، الرؤود الكبار بيطرشوه ليه؟ ده حتى ما استحضر، ده استحضر لأنه لو في شغل زي ده من صار السنة يكورك زي ده، وده بكورك بيجاي. فالحلقات دي هي دول بيدور فيها، والله الحلقات دي بفضل الله، الحلقات دي بفضل الله سبحانه وتعالى كشف لكل أهل الباطل، لكل أهل الباطل. صوفي بكورك، صار سنة بكورك، شيعي بكورك، كل دول عنده قميص قدره بس جك بيلبس جك. ما سمعت في مصر بيقول لك قميص عامر قطعوه في مصر لقوه قدره كمان، ده في قمصان بس طق. والله وطلاي وختاما انا اطلته، والله ذات مرة، عشان تعرف انه الدين ده اي دول صاحب باطل ما بيستحمل الكلام فيهم. والله مرة الصوفية انا بتكلم في حتة صوفية بتاع بتاع البرع كورك، بتاع المكاش في كورك، دين ما كلهم صوفية، كوم كلهم كورك. بعد شوية اتكلمت في الشعب الترابي، كورك بتاع الترابي. بعد شوية جبت بتاع المركز العام، ده كورك كمان برضه. مع العثمان ناس الجنا حبزت الطبيعي، انا ما كورك منه الا انا ما كورك، كلهم كورك الا ما رحم ربي. فنزل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا.